ازيك يا بنات، عاملين ايه؟ انا هالة ثابت، ميك اب ارتست. ولو اول مره بتشوفيني اعملي اشتراك في القناه وفعلي زر الجرس ولايك وشير عشان يوصلك كل جديد. طبعا اخر فيديو انا نزلته كان خصل للشعر، وكان في اجزاء معينه كده في ناس كتير ما فهمتهاش ما وصلت لهاش. فانا دلوقتي جايبه لكم خصله الشعر دي، وهنبدا من سحب اللون لغايه ما نعمل رنساج للشعر. الفيديو بتاعنا الاساس بتاعه افهم يعني ايه رنساج. رنساج يعني تصحيح للون، يعني روحتي عملتي لون وطلع على اورنج، ملوش حل غير الرنساج. الرنساج بيتعمل بكذا لون. لو حد بيعرف في دايرة الالوان، طبعا انا لما بحب اعمل رنساج واصحح الوان، تصحيح الالوان بيبقى بالازرق، بيبقى بالموف، بيبقى بالاخضر، بيبقى بالاسود، بيبقى بالرمادي. عندي 5 الوان لتصحيح اللون او للرنساج. هديكوا كل رنساج في فيديو لوحده علشان برضو ما تتوهوش، ويبقى المعلومه واصله بطريقه سليمه. تمام. انا عندي دلوقتي، هبدأ دلوقتي انا اسحب اللون من الخصله دي. الخصله دي شعر طبيعي جدا، وهبدا اسحب اللون منها. في مفاجاه في الخصله دي هقولها لكم، بس مش دلوقتي. تمام. لما احب اسحب اللون، طبعا سحب اللون ده مهم جدا تعرفي الكميه اللي انت هتحطيها طبعا. ولو انت خبيره ويعني وفي المجال من فتره كبيره، الموضوع مش هيبقى صعب خالص. هجيب زي ما انتم شايفين كده، شايفين على الفرشة قد ايه، هي ملوة الفرشة بس زي ما حضراتكم شايفين. عندك معيار معلقة، اوكي حطي بمعلقة. حطيت الاكسجين، سوري، حطيت البودرة. البودرة دي بودرة تشقير للشعر، وهبدأ احط الاكسجين. طبعا سهل جدا الموضوع، مش صعب خالص. ناس بتقول لي احسب الوقت ازاي بتاع التشقير. للاسف انا ما اقدرش احسب وقت التشقير، لان كل شعرايه وليها ظروف معينه. ظروف معينه يعني ايه؟ في شعرايه مصبوغه احمر، في شعرايه اوريدي هي اسود اسود حالك، في شعرايه بلندايه اصلا ممكن البودره التشقير. طبعا انا هبدا اشتغل دلوقتي، هبدا اوزع بودره التشقير دي على الخصله كلها بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. اهتم جدا ان الخصله كلها تاخد التفتيح. ولو سلسله الفيديوهات دي هتعجبكم برضو قولولي ونكمل فيها. زي ما حضراتكم شايفين هقلب على الناحيه الثانيه، وهبدا املى الشعرايه بتاعتي بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. تمام. طبعا في معلومه يا جماعه لازم تبقوا عارفينها، انه الشعر لما يكون بيتسبك لازم درجه الحراره بتاعه المكان اللي انت تبقي موجوده فيه ما تبقاش ساقعه. يعني ايه؟ يعني لو العميله قدامك، يعني حاولي ما تشغليش تكييف او حاجه، علشان الصبغه لما بتكون دافيه بيبقى الوقت بيبقى اقل بكتير. كده بعد ما خلصت توزيع البودره بتاعه التشقير، هقفل الخصله بتاعتي بالشكل ده. تمام. واحاول احسب لكم الوقت قد ايه خدته الخصله في سحب اللون. كده يا بنات، بعد ما شقرت الخصله بتاعتي، طبعا زي ما قلت لكم كان في مفاجاه، الخصله دي نوعين شعر او خصلتين مختلفين، دي من حد ودي من حد. شايفين دي غامقه قد ايه؟ دي اصلا الشعرايه بتاعتها كانت غامقه جدا او اغمق من دي، فشايفين الاختلاف. طبعا الاختلاف ده كله هيبان معايا وانا بعمل الرنساج. طبعا هي جايه معايا على اصفر، فانا عايزه اخفي اللون الاصفر ده، عايزه اديها على رمادي، بلوند رمادي او اشقر رمادي. عندي ايه بقى عشان اعمل الاشقر الرمادي ده؟ هجيب علبه صبغه، هي دي صبغه اسمها ويت كلر. تمام. ده لون بنفسجي اللي هو الدرجة اللي انا قلت لكم عليها اللي انا بعمل بيها
الرنساج اهي، سوري اسف، اللي هي الدرجه دي تمام. هاخد سنتي من الموف وهاخد سنتي من الازرق واعمل الرنساج بتاعي. الرنساج بجد من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملوها. عندك مشكله ظهرت على طول على الحوض والشعرايه حتى لو مبلوله بتشتغلي بيها مفيش مشكله. هاخد سنتي موف، عايزه اوريلكم الحجم اللي انا هاخده، يا رب يكون باين. طبعا الكميه حسب الشعرايه اللي في ايدك، يعني طبعا لو هتعملي شعر عميله كامل هيبقى اكتر من كده تمام. وده البلو، طبعا العلبه متدغدغه قوي يعني فشغاله بيها. ده اللون البلو اللي هو الدرجه دي، الدرجه دي بس من كالر بيرسونال. برضو هاخد سنتي زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده تمام. انا كده خدت سنتي من الموف وسنتي من الازرق تمام. طبعا في كذا رنساج وكذا لون هنعمله، بس هنبدا دلوقتي الاول بالشكل ده. هخلط بالشكل ده وهجيب تقريبا الكميه دي، ده بلسم وده شامبو وده اكسجين، سوري انا اسفه، اكسجين 20. الرنساج بيتعمل باكسجين 20 تمام. كده اول ما بحط الصبغه بتاعتي بحط غطا واحد بس زي ما حضراتكم شايفين من الاكسجين. طيب ايه فايده الاكسجين؟ فايده الاكسجين ان هو بيثبت لي اللون اللي انا هعمله. اللون ده لون سريع مش مؤذي للشعر. لو انت صبغتي وطلع اورنج، طلع اصفر، مش لطيف، طلع اي لون، طلع متبقع، الرنساج ده هيروح يعمل تصحيح او كوريكتور لكل اللخبطه اللي بتبقى موجوده في الشعر تمام. في ناس ما بتحبش تحط بلسم، في ناس ما بتحبش تحط اكسجين. انا بالنسبه لي بحط ساعات الاثنين. ده شامبو زي ما حضراتكم شايفين وده بلسم، انا بحط الاثنين تمام. وهقلبهم زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده تمام. هتلاقي الخامه نفسها بقت خفيفه خالص عشان الاكسجين. واجيب الخصله بتاعتي وانزلها بالشكل ده وهسيبها تقريبا من 10 دقائق لربع ساعه. وانا طبعا ده بيبقى على حوض الغسيل بتاع الشعرايه، وانا بدعكها كده علشان الرنساج بتاعي يدخل في كل شعرايه موجوده عندي. هتلاقي الشعرايه تبدا تتغير من اول ما تنزليها تمام. هسيبها تقريبا 10 دقائق وارجع لكم علشان ما اخدش من وقتكم كتير. زي ما انتم شايفين كده، انا ما حبيتش، كان الطبق بعيد عن الكاميرا، ما حبيتش اسيبكم كده. هسيب الرنساج في القلب الخصله تقريبا 10 دقائق وارجع لكم. كده بنات، بعد ما انا خلصت الرنساج وغسلت الشعر ونشفته زي ما حضراتكم شايفين. طبعا كل ما بتحبي تفتحي في درجة التفتيح اصلا كل ما بيطلع لك لون افتح. انا اداني على اشقر بني، وطبعا عالج لي فكرة الارنج او فكرة انه الشعر اورنج او اصفر بدرجة مش لطيفة ومش محبوبة. زي ما شايفين حضراتكم الدرجة بتاعتي، شايفين اللون، شايفين نظافة اللون من اي بقع. اللون طالع حلو جدا جدا جدا، بس للأسف طبعا الإضاءة اللي مش حلوة خالص. حاولت أصورها في أي إضاءة، بس يعني دي أفضل إضاءة وصلت لها.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولسه في سلسلة كبيرة جدا جدا جدا، والخصلة دي هتبقى رفيقة معانا لفترة طويلة قوي في شغلنا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم دايما على خير. ما تنسوش يا بنات اللايكات. باي باي يا بنات.